السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا جايين لكم بالوظائف التي تتفائل بها خير كده وأمورنا تمشي لما بنشوفها في المنام. أول حاجة هي الضابط، تبقى البنت العزباء ضبط أمور وضبط أمور لها، ان هي شافت نفسها الضابط بتسلم عليه أو واقفة جنبه بإذن الله، ولو هي مش مرتبطة في ارتباط قريب جدا لها امورها هتتظبط، مستنية وظيفة ان شاء الله هتتظبط وتتوظف، بس هيبقى عندها شوية شروط، لان الضابط جاي من كلمة شرطي، يعني في شروط في الزواجة دي او الشغل ده. بالنسبة للست المتزوجة، ضبط امورها وضبط امورها، نصرة ليها، فرحة بنجاح ولادها، سفر لجوزها. رؤية الضابط يا جماعة من أجمل الرؤى، ضبط أمور والأمور دي تتظبط، أمور ده يبقى فيها شروط من كلمة شرطي برضو، حاجة حلوة. طيب كلمة الدكتور في المنام أو وظيفة الدكتور في المنام، طيب لو حد تعبان في الأساس وشاف الدكتور ده يبقى العقل الباطن يبقى شغال، فربنا يشفيه ويعفي. طب رؤية الدكتور لحد سليم أو للبنت العزباء، ده يا جماعة بيبقى دل على أمور عندك يعني أمورها تتعالج، مشاكل هتتعالج بينك وبين جوزك، في خناقات أمورها تتعدي وهتعالج الأمور، هتعالج أمورك، هتعرف تمشي أمورك في بيتك. بالنسبة للبنت العزباء، رؤية الطبيب لها هتاخد واحد حكيم، لأن جاية من كلمة الدكتور، جاية من كلمة حكيم، هيبقى معاها حكيم في شؤون بيتها، حكيم في الكلام معاها، حكيم في عيشته، هيبقى عريس حاجة كويسة. لا تتفائل خير بقى لما تشوف الرؤية دي وتوافق على العريس اللي كان هيجي لها العريس لو شافت الرؤية دي. طيب رمز التاني يا جماعة اللي هو المحامي. المحامي يا جماعة من طبيعة المحامي كتير الكلام، فلما ست متزوجة دايما تشوف المحامي في المنام تعرف ان في حد بنم عليها او في حد كتير الكلام بيتكلم عليها او بيتكلم عليك في شغلك او بيتكلم عليك بعامة بصفة عامة. اما بالنسبة للبنت العزباء، المحامي ده هتاخد، لو شافت المحامي في المنام هترتبطي بانسان اتحمل المسؤولية، هيكون جدير بك، هيحل المشاكل، هيدور على يعني تاخديه وانت مطمنة كده، حاجة كويسة المحامي ده. طيب بالنسبة للمدرس في المنام او المعلم في المنام، ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى عندك ان انت تستعيني بحد، يبقى عندك مشكلة للست المتزوجة تستعيني بحد ان يحل معاك المشاكل دي. طيب انت تكوني جديرة ان انت علمت ولادك، فهمتيهم، شاطرين في دروسهم، بتبقي انت مدرسة زي المدرس بالظبط، تبكل. تمام؟ طيب بالنسبة ان البنت تشوف ترتبط بالمدرس، هتبقى لها برضو حاجة كويسة، تبقى فاهمة، هتمشي معاه، هيبقى فاهمها. دي كل الرموز دي يا جماعة دل على الوظائف او دل على الزواج الحلو او دل على حل المشاكل او دل على خير داخلك او امورها تستقر عندك. فيعني دي كل الرموز دي انا بنزل لكم الحاجة دي يا جماعة، رموز الرؤى دي عشان انتوا تتفائلوا خير وتعرفوا الرموز دي جاية ازاي والرؤى دي، بس حسب تأويل الرؤية للشخص نفسه. والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.